السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رمضان مبارك كريم، بالصحة والسلامة، وكل ما تمنيتوا يا ربي أمين. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله يرفع علينا وعليكم هذا الوباء يا رب. كما كتشوفوا معايا، جبت لكم عجينة سحرية للمعجنات، كتجي رائعة رائعة رائعة، قطنية. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وإلا جربتوها راه ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، لانه فعلا كتجي طريه بزاف بزاف بزاف. نخليكم ان شاء الله مع المقادير والطريقه، وبالصحه والراحه. نبداو مع المقادير ان شاء الله. عندي 350 مللتر ديال الحليب دافي، 50 مللتر ديال الزيت مع زيت العود او زيت الزيتون، 3 معالق كبار ديال حليب الغبره، معلقه كبيره ديال الزبده طريه، معلقه كبيره ديال الملح، عندي معلقه عامره كبيره ونص ديال الخماره حبيبات، ومعلقه ديال السكر. الخماره ديما كنقول لكم كتبقى على حسب الجو. هنايا عندي جوج ديال البيضات، الصفار ديال واحد البيضه خليته على جنب باش ندهنوا الخبيزات ديالنا، وعندي 800 غرام ديال الطحين. الحاجه الاولى اللي غادي نديروها، بسم الله، كنشدو هاد الحليب ديالنا، كنضيفو له هاد الخمارة. كما شفتو معايا ضفت الخمارة مع السكر، نضيف هاد الحليب الغبرة، صافي. غادي نخلط هاد الشي كامل، غادي نخطيها ونخليها لمدة ديال 10 دقايق. هنايا كما كتشوفو معايا الخليط دا في الحجم ديالو، صافي. بسم الله، غادي نضيف له هاد الطحين، الكميه ديال الطحين، غادي نضيف الزيت، نضيفو الملح، هاد البيضة ديالنا مع داك بياض بيضة، نخلطوها. صافي، غادي ندير الكل يتعجن مزيان. في الاخر غادي نضيف له هاد المعلقه كبيره ديال الزبده. انا غادي نخليكم مع المراحل. هذه هي العجينه ديالنا، صافي. غادي ننزل هذا الشيء كامل، هكذا كتكون طريه، ها هي، ما كتلتصقش باليد، صافي. انا غادي نغطيها ونخليها تخمر. العجينه ديالنا بعد ما خمرات، كما شفتوا معايا انايا في الشكل، في ديم عندي ثلاثة ديال الانواع اللي غادي نحضرهم لهاد العجينه. هنايا كنزلها الهواء كامل، شويه ديال الطحين غادي نحطها هنايا، صافي. غادي نقسمها على ثلاثة، صافي. غادي نخلي واحد جوج على جنب، ووحده غادي نخدمو بها، ندير واحد السوج هنايا، نخليهم على جنب، وهاجي صغيره هاجي كبيره نخليها على جنب. رائعه هاد العجينه، رائعه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. صافي، هاد الكره اللي خليت غادي نحاول نقسمها كويرات صغيرين بهذا الشكل. انا من بعد غادي نكمل، كندير شويه ديال الطحين، صافي، كنبسطهم مزيان غير بيديا، هكذا
بهذا الشكل، وغادي نديرهم فواحد الصحن. انا دايرت له فوطه من التحت صافي، وغادي نخليهم يخمر واحد المده ديال 10 دقائق كما بنفس الطريقه. الكره ديالي كندير لها شويه ديال الطحين صافي، وكنبسطها بيدي. نخليها ترتاح كما بغيتكم لمده ديال 10 دقائق. دابا الشكل الثاني حتى هو غادي نديرو على شكل كويرات، نديرهم كبار باش مازال غادي يخمروا. انا بغيت نكمل نديرهم طحين غادي شويه كبيره، غادي ندير الطحين ونشد الاولى ونطلقها بهاد الشكل. صافي من بعد كنعطي هداك الشكل ديال الباكيت هكدا، كنجمع هنايا قريصة بهذا الشكل. نعاود معكم واحد اخرى، ندير شويه ديال الطحين، ما نكثروش الطحين. نقرصهم مزيان هنايا لتحت باش ما كيتحلوناش، وكنرجع هكا كنديرها فوق الصحن اللي غادي يدخل للفرن صافي. كنكمل حتى نكمل الكميه اللي انا دايراها، ونخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. هادو ماشي بحال الاولين، الاولين 10 دقائق، هادو نخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم. انا غادي نكمل بنفس الطريقه، نخليهم يخمروا ونرجعوا باش نكملوا الشكل الثالث. نحضروا الشكل الثالث الكره الثالثه اللي بقات لنا، كندير الطحين صافي، وكنطلقها بالمدلك بهذا الشكل. ما نخليوهاش غليظه، كناخذ واحد القطعه مدوره او كاس عندنا، نقطعهم على شكل دوائر هنايا. كملت انايا الدوائر ديالي صافي، درت لهم صلصه الطماطم. هنايا الحشوه عندي شحرت واحد البصله مع فلفل ملوله، ضفت لها الملحه والبزار صافي. ملي تشحرت مزيان ضفت لها الكفته ديالي، خليتها حتى طابت. ضروري الحشوه تكون بارده صافي. كنبدي نعمر البيتزا ديالي، كل وحده تعمر باش ما بغات. الفران كنشعلو عليه على 180 درجه ماشي حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. انا نكمل من بعد، كندير شويه ديال الفرماج تاخذوا اي نوع كتفضلوه. كناخد زويتنات نديرهم هنا في الوسط، كناخد شويه ديال الزعتر كنحكو بين يديا، كنديروه من الفوق كما
كما نعرفوا البيتزا كتبغي الزعتر. صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل وندخلهم يطيبوا على 180 درجه. الخبيزات ديالنا بعد ما خمروا انا سخنت واحد المقله ودرتهم فيها. صافي غادي نطيبهم ملي نحس بهم طابوهم تحت غادي نقلبهم على الجهه الاخرى ونخليهم حتى يطيبوا ويتحمروا. ها هما هنايا كما قلت لكم غير كنحس بهم طابوهم لتحت. صافي كنقلبهم نخليهم يتكملوا الطياب ديالهم على الجهه الاخرى. كيجيو رائعين هاد الخبيزات. بعد ما خمروا الخبيزات انا دهنتهم بصفر بيضة اللي خليته على جنب مع شويه ديال الحليب ودرت لهم البافو. صافي غادي ندخلهم يطيبوا. ها هما الخبيزات ديالي بعد ما طابوا كتشوفوا معايا طريين 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 كيجيو دايرين بحال القطن. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه. هادو ثاني كيجيو خاويين من الداخل اللي ما كيصدقش معاها البطبوط جرب هاد الوصفه راه غادي تصدق معاها. هادو انا غادي نعمرهم بالكبده بلاصوص طوماط وهذوك المدورين خديت الصدر تاع الدجاج سلقته في الماء مع ورقه سناموسة الملحه البزار ودرت واحد نص حامضه. صافي حتى تسلق لي خليته برد وفرتته. درت واحد خيزو كبيره حكيتها المايس والفرماج تاع الدهن درت جوج معالق كبار وشويه ديال الملحه والمايونيز. المايونيز اللي غادي تجمع لي الخليط ديالي. صافي كنحرك جميع الخليط عفوا مزيان مزيان حتى كاين ينسجموا العناصر. الخبيزات ديالي انايا راني فتحتهم كناخذ طريف ديال السلطه كنكون غسلتها من قبل. صافي كندير طريف تاع السلطه في وسط دوك الخبيزات وكنبدي كنعمرهم بالحشوه اللي عندي.